as ISIL has marched across Iraq and has waged a ruthless campaign against innocent Iraqis. أقف معكم اليوم لأمثل هؤلاء الذين رحلوا عنا. نعم، نحن لا نستطيع إعادتهم للحياة، ولكن هم دائما في فكرنا، ولأجلهم لابد أن نستمر بالكفاح. فنحن نحتاج إلى عمل أممي، وبواسطة المؤسسات، وبمشاركة المرأة والشباب، ومشاركة الضحايا أيضا، لإعادة الحياة إلى المناطق التي دمرتها الحرب. إلى أن يستتب الأمن في مناطق الصراع، لا يجب أن نقفل أبوابنا على الأطفال والنساء من عانوا الويلات. يجب أن نقف مع الشعوب المضطهدة. العالم يحمل حدوداً واحداً فقط، وهي حدود الإنسانية.